فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. هذا كما سبق أن المتعرب العرب والمتعربين، العرب هم العرب الأصلاء في اللغة والوطن والنسب، هذول العرب الأصلاء، ومنهم من هو متعرب بالدار وأصله أعجمي، ومنهم من هو متعرب باللسان فقط، وكذلك العكس في العرب، منهم من هو متعرب عربي أصلا، ومنهم ما هو مستعرب، ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. نعم. قال: وهذان القسمان، أي من تعلموا اللغة العربية من العرب أو اعتادوها ثم اعتادوا غيرها ثم تعلموها، منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. نعم، هو كما سبق، منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه الأعجمية، ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. وغالب علماء الفرس، علماء العجم، هم ممن كانوا عجما في الأصل ثم صاروا عربا في اللغة والدين، ومن ذلك أئمة العلم وكبار المحدثين والمفسرين، هم من هذا النوع، ممن كان أصلهم عجميا ثم تعربوا باللغة وبالدين وبالوطن.